في ملفنا الأخير، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لفواتير بعض المطاعم في مناطق سيطرة النظام أضيفت عليها رسوم إعادة الأعمار على رسم الإنفاق الاستهلاكي بقيمة 10% بعد أن كانت 5% خلال العام الماضي. نتابع التقرير. منذ استلام آل الأسد الحكم قبل قرابة 50 عاما وهم يجبون الأموال من جيوب السوريين تحت مسمى المجهود الحربي، الأموال التي اشترى بها النظام أسلحة ليدمر لاحقا بواسطتها منازل السوريين ليطالبهم الآن بدفع ضريبة جديدة تحت مسمى إعادة الإعمار. صفحات موالية تداولت صورا لفواتير مطاعم راقية بدمشق تظهر أن النظام يتقاضى رسم إعادة الإعمار مضافا على رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10%. الفواتير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت أن رسم إعادة الإعمار أضيف على ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما أوضحته إحدى الفواتير التي تجاوزت 70,000 ليرة سورية، أضيفت عليها 6,000 كضريبة إنفاق استهلاكي و600 ليرة كضريبة إعادة إعمار، مضاف لها 300 ليرة كرسوم إدارة محلية، لترتفع بذلك قيمة الضرائب على الخدمات وتصبح بنسبة 11.5%. وبالحديث عن إعادة الإعمار، دول عربية وغربية عديدة وضعت شرط رحيل نظام الأسد لمساهمتها بإعادة الإعمار، وهو ما يعني أن بقاء النظام سيكلف السوريين مزيدا من الأموال والجهد، وخصوصا في ظل تدمير أكثر من 40% من البنى التحتية في البلاد، إضافة لمدن وبلدات دمرت بشكل كامل وقد قدرت قيمة إعادة تأهيلها بأكثر من 400 مليار دولار. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي سيد مرشد النايف الصحفي الاقتصادي ضيفي من اسطنبول، أهلا بك، وأيضا السيد محمد إياد حجة الخبير الاقتصادي ضيفي من غازي عنتاب، أهلا بكما. سيد مرشد، ما رأيك بهذا التصرف أو هذه الخطوة الجديدة من الناحية الاقتصادية والتي قام بها نظام الأسد؟ رفع طبعا نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي 5%، كان 5 وبات الآن 10% بحجة إعادة الإعمار في سوريا. يعني في تقديري الشخصي أنها محاولات بائسة من نظام الأسد لرفع العبء الضريبي في سوريا من 13% إلى الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الماضي إلى نحو 20% خلال العام المقبل. في تقديري الشخصي أن سوريا يعني لم تشهد طيلة حكم الأسدين نظاما ضريبيا بقدر ما شهدت نظام جباية. النظام بين قوسين الضريبي بوضعه الحالي هو نظام محابي للأغنياء، هو تشريعات أو يعني إجراءات تأتي في صف رجال الأعمال الذين انبثقوا أو القريبين من دوائر النظام، ولهم يكن يوما النظام الضريبي في سوريا يعني قريبا أو مقربا من الفقراء وشرائح الدخل المحدود. عليه أن أقول أنها يعني محاولة فاشلة بالمطلق، لأن التهرب يعني الضريبي هو سمة من سمات الاقتصاد السوري في ظل الأسدين. التهرب الضريبي أو المكتوبين ضريبيا يسجلون تزايدا أو ارتفاعا في النسبة عاما بعد عام، وطبعا هذا الأمر بمعنى التهرب الضريبي ليس وليد ظروف أو ظروف سنوات الحرب هذه، إنما يعني وليد السنوات التي سبقته. نعم أستاذ محمد، ما علاقة نظام الأسد بإعادة الإعمار إذا كان المجتمع الدولي بأكمله يصر على رحيل الأسد من أجل إعادة الإعمار في سوريا؟ مساء الخير للمشاهدين جميعا. حقيقة إعادة الإعمار بالنسبة لنظام الأسد هي التي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة إليه. النظام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صرحتها بأن لن يكون هناك أي أموال إعادة الإعمار ما لم يكن هناك حل سياسي، وبالتالي النظام السوري سوف يتجه إلى الدول الحليفة له بكل معنى الكلمة مثل روسيا وإيران والصين والدول الأوروبا الشرقية والتي تميل مع الاتحاد الروسي من أجل الحصول على أموال من أجل إعادة الإعمار.
النظام السوري أفاق على واقع جديد، وهو أن إعادة سيطرة بعض المحافظات إليه عن طريق الاحتلال الروسي. عادت إليه ريف دمشق، عادت إليه مدينة درعا، وهذه المدن الجديدة العادة هي مدمرة بالكامل وتحتاج إلى بنية تحتية وتحتاج إلى إنفاق أموال ضخمة جدا. النظام السوري حقيقة هو مخنوق اقتصاديا بكل معنى الكلمة. لا يوجد أي إيرادات تدخل للنظام السوري. السياحة واقفة، لا يوجد إيرادات من السياحة، لا يوجد إيرادات من النفط. حتى الموارد الطبيعية الموجودة عند النظام هي مستثمرة لصالح الاحتلال الروسي والإيراني، مثل منجم الشرقية وشركات الاتصالات والمطاحن والموانئ. وبالتالي النظام السوري سوف يبحث عن آليات وطرق تمويل جديدة من أجل إعادة إعمار هذه المناطق. هذه طرق التمويل الجديدة سوف تكون الضحية بالنهاية هو المواطن السوري. سوف نرى في الفترات القادمة زيادة في الضرائب بشكل كبير جدا، ضرائب النظافة، ضرائب رسوم الانتقال السيارات، ضرائب الملكية، رسم إعادة الإعمار الذي ارتفع 10% سوف أتوقع أن يرتفع في المدى القريب إلى 15-20%. وبالتالي النظام بحاجة لموارد مالية جديدة من أجل إعادة الإعمار للمناطق الجديدة التي أعادها تحت سيطرته، طبعا ضمن إمكانياته المتاحة، لأن النظام بحاجة لبروباغندا إعلامية أنه يقوم بإعادة الإعمار في المناطق التي أعادها لسيطرته وربما بالحد الأدنى، وبالتالي هذا الحد الأدنى يحتاج إليه لأموال ليست متوفرة لديه. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي محمد إياد حجة، ضيفي من غازي عنتاب. الشكر موصول للسيد مرشد النايف الصحفي الاقتصادي، كان ضيفي من اسطنبول. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة من هنا سوريا، إلى حينها نلتقي على خير، إلى اللقاء.